السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده وانا بتمشى قلت اتكلم معاكم واقول لكم على الجامعات المعترف بها في مصر. النهاردة ان شاء الله المجلس الاعلى للجامعات طلع بيان بيتكلم فيه عن الجامعات المعترف بها في مصر. هنتعرف الوقت عليها ونتعرف على الشروط اللي لازم تكون عارفها وحاططها في اعتبارك قبل ما تفكر تسافر لأوكرانيا. اول حاجة هتكلم معاكم عن الشروط اللي لازم تحطها في اعتبارك قبل ما تيجي أوكرانيا. لازم تكون لو انت جاي تدرس طب لازم تكون مخلص علمي علوم، لو انت جاي تدرس هندسة لابد انك تكون مخلص علمي رياضة. طيب في ناس هتقولي احنا الوقت ما عادش في حاجة اسمها علمي علوم وعلم رياضة. طيب بيشوفوا الدرجات بتاعتك، لو انت هتدرس طب فبيشوفوا الشهادة الثانوية بتاعتك هتبقى فيها المواد اللي هي خاصة بالطب اللي هي زي الأحياء زي الكيمياء المواد دي، تمام، بيشوفوا المجموع بتاعها. وبرضو في الهندسة نفس الكلام بالظبط، والكلام ده مش بيحصل في أوكرانيا. يعني هم في أوكرانيا ملهمش دعوة بعلاقة انت الثانوية بتاعتك جايب مجموع في ايه ولا الكلام من ده ولا كده. احنا بنتكلم على الاعتراف بعد ما تخلص في مصر. طيب لو انت عايز تدرس ادبي، لو انت هتدرس ادبي نفس النظام بالظبط، لازم تكون مخلص ادبي. بعد كده بتعمل معادله، بعد ما بتخلص خالص بتعمل معادله في مصر في الجامعات اللي في بتعمل معادله في مصر في التخصص اللي انت خلصته. طيب بالنسبه ايه هي بقى الجامعات المعترف بيها في مصر؟ طبعا انا مش مرتب للفيديو فعشان كده مش حافظ الجامعات بالظبط، فاقراها معاكم من الموبايل من على الموقع الرسمي للمجلس الاعلى للجامعات. اول جامعه عندكم جامعه خاركوف الوطنيه، تاني جامعه رشفيشينكو الوطنيه، تمام، تالت جامعه الجامعه التقنيه الوطنيه في اوكرانيا، معهد لوغور كييف للفنون التطبيقيه، بعد كده الجامعة التقنية معهد خاركوف للفنون التطبيقية، بعد كده جامعة دونيتسك الوطنية، بعد كده جامعة ولاية سومي، بعد كده طبعا جامعة البجامولتس، ودي افضل جامعة اللي انت تدرس فيها طب هنا في اوكرانيا في مدينة كييف. يعني كده عندكم في مدينة كييف ثلاث جامعات، في مدينة خاركوف جامعتين، في مدينة خاركوف جامعتين، وعندكم واحدة اللي هي جامعة دونسك، وعندكم جامعة اللي هي ولاية سومي. دي الجامعات. طبعا هسيب لكم برضو اللينك بتاع المجلس الأعلى للجامعات تحت اللي انتم من خلاله هتقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا الجامعات المعترف بها في أوكرانيا، ده كمصدر ليكم. اتمنى 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 اي حد بيفكر ان هو يجي يدرس هنا في أوكرانيا ياخد باله من الملحوظة ديت، ان لازم 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 يحط في اعتباره يدخل في جامعة معترف بها عشان ما يرجعش مصر وما يلاقيش الجامعة معترف بها. طبعا الكلام ده هيتطبق على الناس اللي لسه جاية اوكرانيا، يعني لسه هتيجي اوكرانيا، الناس اللي هي مخلصة 2019-2020، انما الناس اللي موجودة قبل كده المجلس الاعلى للجامعات قالك الناس دي احنا لسه هننظر في ان الشهادة بتاعتهم هنقدر ان احنا نعمل لهم معادلة ولا لا حسب الجامعة اللي هو فيها، حسب طبعا نظام الاختبار ان هم يختبروا بيه. تمام، يلا اشوفكم على خير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.